يواصل المستشفى العسكري الميداني الجراحي المقام من طرف القوات المسلحة الملكية المغربية بتنسيق مع القوات الأمريكية بتيزني تقديم خدمته الاستشفائية والوقائية لفائدة الساكنة المحلية والمناطق المجاورة في إطار الأنشطة الإنسانية الموازية لتمرين الأسد الإفريقي 2023، وتشمل الخدمة الطبية فحوصات خارجية وعمليات جراحية في عدد من التخصصات. وعرف المستشفى زيارة وفد رفيع المستوى عن القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية ممثلين في الجنرال ديفيزيون محمد القديم عن قيادة المنطقة الجنوبية وحاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس، والجنرال ميشيل تورلي قائد الحرس الوطني لولاية يوتا. وللمزيد عن هذا الموضوع نتابع توضيحات موفد ميديان تي في عبد المولى بخريس لهناك. يواصل المستشفى العسكري الميداني الجراحي متعدد التخصصات تقديم خدماته الاستشفائية والجراحية لعموم الساكنة هنا في جماعة راسموكا بإقليم تيزنيت. اليوم عرف المستشفى زيارة وفدين رفيع المستوى ممثلا في الجنرال دو ديفيزيون محمد القديم عن قيادة المنطقة الجنوبية، وأيضا حاكم ولاية يوتا سيد سبنسر كوكس، وأيضا قائد الحرس الوطني لولاية يوتا الجنرال ميشيل تورلي. الجميع عبر عن سعادتهم الحضور هنا، خاصة الجانب الأمريكي، وقاموا بزيارة مختلف المصالح الطبية وكذلك الخدمات. اكتشفوا الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى والتي تتوزع بين فحوصات خارجية، وصل عددها اليوم ما يقارب 32 ألف خدمة طبية منذ انطلاق المستشفى في 30 من شهر ماي الماضي، وأزيد من 400 تدخل جراحي في مجموعة من التخصصات ربما تستولي أو تستحوذ إزالة المياه الزرقاء على الحصة الأكبر، بالإضافة إلى جراحات الباطنية. هناك أيضا خدمات طبية أخرى خارجية، لعل أبرزها طب النساء والتوليد. النساء يعتبرن الفئة الأكبر أو الأكثر استفادة من خدمات هذا المستشفى، أزيد من 54% من المستفيدين هم من النساء، بالإضافة إلى طب الأطفال وطب العيون وكذلك طب النساء وطب العظام والمفاصل، وكذلك باقي التخصصات التي تتناسب وطبيعة الأمر المنتشرة هنا في المنطقة. الأكيد أن المستفيدين من الخدمات الطبية يستفيدون من علاجات أو من كشوفات ثانوية، لعل أبرز الكشف بالصدى وكذلك التحاليل المخبرية، بالإضافة إلى صيدلية متواجدة في عين المكان تعطيهم أو تصرف الوصفات الطبية المكتوبة من قبل الأطباء المغاربة والأمريكيين بشكل مجاني. إذن المستشفى يقوم بتسييره 250 من الأطر الطبية والشبه الطبية، وكذلك القوات التي تقوم بتقديم الدعم التقني في تناغم تام بين الجهود المغربية والأمريكية. يوم غد يعتبر اليوم الأخير في هذا المستشفى الذي قدم خدماته لشكل عام لمجموعة من الساكنة، ويوم غد أيضا سيكون المشهد الختامي لمناورة الأسد الأفريقي في كاب درعا قرب مدينة طنطان، والتي ستعرف توليفة متعددة لمختلف المناورات والتمارين التي تم التدرب عليها بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، وأيضا باقي القوات التي تشارك وعددها 18 تشارك بشكل فعلي و20 تشارك بصفتها ملاحظا في هذه المناورات في نسختها 19 هنا بالمغرب.